بسم الله، الكلاش ديتكشن ماتريكس. زي ما انتم شايفين بنبدأ نحط العناصر الأساسية، مثلا architecture structure ميكانيكا، وكل واحد فيهم بنبدأ نحط الحاجات الأجزاء بتاعتها. مثلا الميكانيكال عندنا في البطاط، عندنا في البايب، عندنا في الميكانيكال اكويبمنت، ونبدأ نشوف عدد الكلاشات اللي موجودة في المشروع قد ايه. تمام، دي المشاكل مثلا بين، طبعا المفروض اول حاجه نشوفها الانشائي مع الانشائي، المعماري مع المعماري، الميكانيكال مع الميكانيكال. مش مطلوب مني ان انا احل اقسام مختلفه واحنا قسم الواحد نفسه فيه مشاكل، فبتحل المشاكل بتاعته وبعد كده بيجي يبدا يشوف المشاكل مع بقيه الاقسام، وبنبدا نعمل ماتريكس بحيث في الاجتماع نبقى عارفين عدد المشاكل اللي موجوده في كل قسم ومدى اولويه المشاكل ديت. يعني بندي لون للحاجات الكريتيكال لازم تتحل، ممكن حاجة مثلا مستعجلين عليها، ممكن في حاجة أساسية مش هينفع نعدل فيها. يعني الإنشائي مثلا مع الصرف ده لازم تحل، مع المية بيبقى سهل إن أنت تغير مسار المية، إنما الصرف بيبقى صعب شوية لأن هو ليه ميول وليه مسارات معينة وهكذا.